اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصه. وكما عودناكم في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقه اليوم وضيف الاكثر تميزا الاستاذ محمد الشيخ علي. طبعا منورنا استاذ محمد ويعطيك الف عافيه. بتفضل ناخذ نبذه بسيطه عن حضرتك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. والله مشرفين منورين انتم. تسلم يا رب كلك ذوق. الله يخليكي. احنا اسكنات ابو سليمان نشتغل بالعقارات والاسكانات في منطقه ضاحيه الاستقلال، منطقه شارع الحريه. حلو. ومنوره. طبعا نتميز احنا شغلنا تشطيب سوبر ديلوكس، حجر الرويشد، البلاط عندنا بلاط بورسلان، حمامات معلقة، تشطيبات سوبر ديلوكس، أبجورات كهرباء، قزاز دبل، ونتميز بالجودة ودقة العمل، وفي عندنا خدمة ما بعد البيع. حلو. كفالة للشقة 10 سنوات نكفلها. حلو حلو، كل التوفيق لحضرتكم. الآن بدنا نتحدث ايضا عن اسعاركم، كيف بتشوفها مناسبه للجميع؟ يعني هلا وضع الاقتصادي شايفه والبلد ايضا، تفضل. احنا اسعارنا بتناسب الجميع، يعني عندنا الاسعار بتبلش من ال 40 لحد ال 65 حسب الشقه وميزاتها وحسب الموقع. نعم نعم. الان ايضا نفوت اكثر بالتفاصيل، نتحدث عن تطور هذا القطاع، قطاع الاسكانات عندنا بالاردن كيف بتشوفها؟ ممتازه. ممتاز. قطاع ممتاز. نعم. يعني عم تشوف في تطور لقدام، ما في ركود وعم بيرجع لورا قطاع الاسكان. وحاليا هو في ركود خفيف صار فتره. نعم نعم، هو بدنا نحكي على جميع القطاعات يعني. نعم. بس انه ان شاء الله بترد تتحرك، يعني الركود هذا ما بضل. ان شاء الله بالتاكيد. يعني ركود مؤقت ما بضل انه على طول. بالتاكيد. نعم. نعم. الان بدنا نتحدث ايضا عن صعوبات ومشاكل واجهتك في هذا القطاع من قبل جهات معنيه، ايدي عامله، تفضل. والله مشاكل الحمد لله، يعني احنا ما واجهتنا مشاكل. ما واجهت مشاكل نهائيا، ما في، الحمد لله. الحمد لله، كل التوفيق. بنهاية لقائنا طبعا كلمة أخيرة لك عبر لقائنا، يعني شكر لحد معين، شكر لجلالة الملك، تفضل. نشكر سيدنا، الله يخلينا إياه ويعطيه الصحة يا رب. ونشكر دائرة الأراضي. حلو. والأمانة على التعاون اللي بقدموه لنا، متعاونين معنا جدا، الله يخليهم. تسلم يا رب، بشكرك مرة ثانية. سوف نقوم بعدد لقاءات وحوارات خاصة بالتصوير، طبعا نستعرض بعض من صور الإسكانات لشغلكم، أيضا نعرف السادة المشاهدين أكثر. بنهاية لقائنا بنحب نحدد للسادة المشاهدين موقع مكتبكم، أرقام الهاتف للتواصل أيضا، تفضل. هاتف 079-009-3535. نعم. المكتب في إلنا مكتب براس العين بعد سلطة المياه، وإلنا مكتب في جبل النزهة. نتحدث الآن عن مواقع الإسكانات، تفضل. في عندنا موقع في منورة خلف مسجد التابعين، إسكان 150 متر هناك. وفي عندنا بضاحة الاستقلال قرب مسجد أبو بكر. نعم. وفي عندنا بشارع الحرية خلف صلاة النون. نعم نعم، كل التوفيق لحضرتكم يا رب. يا هلا، أهلا وسهلا.